بال2022 قلت لي سنه الانفجار. انفجار بمعنى ما رح يضل الحاله مثل ما هي هلا، رح توصل الى وقت بدك تشوف شو بده يصير. تدقيق جنائي ما في، ما عم بيقدروا يعملوا تدقيق الجنائي. اي اصلاحات مش ما صارت لانه ما في اصلاحات، وانا بقول قرار مش داخلي، برجع بقول قرار مش داخلي، قرار خارجي. السنه الجايه هي سنه تصفيه الحسابات، بده يصير في تصفيه حسابات، يعني في ناس بده يطلعوا يقولوا نحن شو وين واصلين، النظام في لبنان هل يستمر مثل ما هو؟ هل هذا النظام هو بعده صالح؟ يعني مفعوله بعده ماشي ولا صار بريمي؟ خلص انتهى مفعوله، بدنا نفتش على شيء جديد. انا بعتقد من هلا لسنة الجاي لبنان لن يبقى كما نعرفه. رح يتغير. رح يتغير الى فورمول جديده هي اصلا كانت هي الهدف من الحرب اللبنانيه. حرب المنطقة، يعني الربيع وما الربيع والثورات كلها بتؤدي إلى تغيير خرائط في هذه المنطقة بقرار مثل ما بتعرف خارجي وقرار كبير. هيدا كله بال 2022 ولا البداية؟ 2022 بده يبلش، بده يبلش التنفيذ. بعتقد انه وصلت لوقت خلاص ما في، من العراق للبنان في شيء عم بيتغير، في شيء عم بيتطور عم بيتغير، والقرار خارجي. اللي عم بده يصير بين امريكا وايران وبالعالم وإيران رح يكون له انعكاس على لبنان 100%. شو انعكاسه على لبنان؟ أنا بقول لبنان له كمان له إطار معين بدهم يخلقوا له إياه، شوي من هون بيروح منه، شوي هون بيزيد، بيتغير نظام معين، بيصير فيه. هلا نحن عم نقول نحن بدنا العلمنة أو الجيل الجديد كنتوا عم تحكوا عنه، أكيد يميل إلى الدولة مدنية علمانية. إنما على الأرض مش هيك رح يصير، لانه في عندك غير حسابات لدول عم بتصير، هي بالعكس هي اذا بدك اطار طائفي مذهبي رح يكون حاضر اكثر ب 22. ايه نعم رح يكون يعني حاضر اكثر. يعني نحن قادمين، يعني هذا اللي بتقصدي فيه سنه الانفجارات. طيب. سنه الانفجارات على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد المحيط. نعم. كمان. نعم. العربي يعني لبنان لما صار في ال 43 كان لبنان، ما نحكي نحن هلا ما نحكي الواقع، وما بدنا يعني حتى لو كان الواقع ما يعجبنا، بس هذا واقع. لبنان كان هو شو الاتفاق الاول، هو لبنان المسيحي السني. وصل الى وقت صار لبنان برات المسيحي، وصارت الاغلبيه للسنيه السياسيه. انت اليوم صرت بمرحله الشيعيه السياسيه، مش مسيحي سني، مسيحي شيعي. هيك انا شايف لبنان الجاي، هيدا لبنان الجاي رح يكون لبنان له اطار اقل في لبنان. طيب. الاقل شو يعني الاقليات؟ الاغلبيه بالعالم العربي، انا عم بحكي حسب قد ايه عشت الفتره من وقت ما بلشت الحرب لهلا. الفتره كانت بالاول كان لبنان بال 43 رياض الصلح بشارع الخوري، كانت لبنان اذا بدك اكثر شيء الحكم له مسيحي سني، وكانوا الشيعه يعني الشيعية بالمعنى السياسية مش كم شيعة، كانت في مارونية سياسية بعدين، كان في شيعة أكيد البكاوات والموجودين، صاروا شوي شوي راحوا تيخلق محلهم شيء تاني، جيل تاني هو حزب الله أمل بالأول، بعدين أقوى إجا حزب الله بالثمانينات، واليوم أنت قدام تغيير بالمنطقة. هالتغيير يعني بده ياخد حسب ما أنا، يمكن أنا أكون غلطانة، بس أنا اللي شايفته من الأول هالتغيير رح ياخذ مساحة أخرى، هي مساحة السنة، الأكثرية السنية بالعالم العربي، أكثرية السنية اللي بتخوف إسرائيل لأنه هن أكثرية، رح يكون لها محاصرة ببعض البلدان الأقليات. ومنها لبنان، لبنان، سوريا، العراق، هالمنطقة رح يكون في لها شرزمة أخرى بالمنطقة بالسنة الجاية.